بجدد التهنئة لحضراتكم بنصر اكتوبر العظيم وبالذكرى 45 لهذا النصر العظيم، نصر الكرامة. ويا ليت يا ليت الاجيال الحالية تعلم وتدرس وتتعرف على حجم التضحيات التي قدمها ابطال قواتنا المسلحة وكل الشعب المصري الحقيقة في هذا الوقت لاسترداد كرامتنا. ليتنا نتحلى بروح اكتوبر العظيم وروح الانتماء التي كانت هي الحالة العامة للشعب المصري. يا ليتنا نتدبر المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا، ضد وطننا، من أعدائنا الذين يتربصون بنا. خلونا نرحب بضيوف في الاستوديو من أبطال حرب أكتوبر، السيد اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر. أهلا بيك يا فندم، شرفتني. أهلا وسهلا. معي أيضا السيد اللواء أحمد زغلول مساعد رئيس جهاز المخابرات الحربية السابق واحد ابطال قوات المسلحه. اهلا بيك يا فندم، شرفنا. معايا ايضا بطل من ابطال اكتوبر عم محمد المصري، انا بحبه او كل مره لازم ابوسه على الهواء، ابوس راسه على الهواء. عم محمد المصري الملقب بصائد الدبابات في حرب اكتوبر، الرجل الذي اقتنص 26 دبابه. انا قلت الرقم غلط في الاول، هو 27 دبابه من دبابات العدو، منهم دبابه عساف ياجوري، هو والبطل عبد العاطي اللي اقتنص ايضا 23 دبابه. دعوني ارحب. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا، شرفنا يا عم محمد. كل سنه حضرتك طيب وشعب مصر طيب، وانا مبسوط ان انا قاعد في وسطكم. الله يخليك. والله هبدا من عند السيد اللواء محمد زكي الالفي، وهبداها من عند حرب الاستنزاف. اتفضل فندم. اللي هي كانت استكمال لحرب يونيو او تمهيد لحرب اكتوبر. هل كانت استكمال لحرب يونيو وام انها كانت حرب فاصله بينهما حرب الاستنزاف؟ هو الحقيقة لما نيجي نمسك حرب الاستنزاف هنلاقي تنقسم إلى مجموعة مراحل. أيوة. هنلاقي أول مرحلة اللي هي مرحلة الإعداد. أيوة. وبعدين مرحلة الاشتباكات مع العدو نفسه، علشان المرحلة دي هناخد فيها خبرات وهنطعم ضد العدو، استخدمنا فيها المدفعيات. ثم هناك مرحلة أخرى اللي هي قمنا فيها بأعمال ضد العدو نفسه، بتعتبر أعمال هجومية زي عمليات عبور قناة السويس وإنشاء كمائن والدخول في قتال مع العدو. أي. القوات الجوية قامت بأعمال وتوجيه وضربات إلى العدو، معركة رأس العيش الشهيرة طبعا، وهكذا. وكان في فصائل وكان في سرايا مدربة على أعمال الاستطلاع من التشكيلات البرية زي الفرق، يعني اللي هي الفرق المشاة العادية، الخمس فرق اللي كانوا موجودين. أيوة. في النسخ الاول فكانوا برضو كل فرقه وكل لواء في قوه مدربه على الاعمال الخاصه، وكان للتطعيم، فكان بيتم عبور هذه القوات والتعامل مع العدو، وتم اسر وتم تدمير دبابات ليه، وتم زرع الغام اثناء حرب الاستنزاف، اثناء كل ده اثناء. أيوة. حرب الاستنزاف. وبرضو فيها الـ 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 الحاجه الموقعه الشهيره جدا التي استشهد فيها الفريق عبد المنعم رياض في المعدية رقم 6 من ضرب مات أثناء ضرب المدفعية. أيوة. وكان القادة بيتواجدوا على كافة المستويات جوه الجبهة. لا ده احنا ما بين رجالته، هنقول كمان أكثر من كده، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس أنور السادات بنفسه. صحيح. وانا معايا صور يعني شخصية، احنا عرضنا ده كتير قوي وهو جوه الجبهة. السيد رئيس هو عندنا في الدبلوماسيه في لقاء مع الجنود مباشر. وكان بيرتدي اللبس زي العسكري بتاعنا. أيوة. بتاع الجنود العادي بتاع الجبهه، بتاع الجبهه بالظبط كده. فده مش الافرول اللي هو بيخرج بيه اللي هو بتاع المناسبات والمقابلات. برضو لابد ان نذكر هنا الجبهه الداخليه. صحيح. حصل تطعيم كبير قوي للجبهه الداخليه. أيوة. وحصل دعم كبير من الجبهه الداخليه للقوات المسلحه اللي هو الشعب بقى اللي موجوده على الحد الامامي في منطقه القناه. صحيح. فكانوا بيشاركنا، وانا اذكر منهم برضو الله يرحمها السيدة راوي عطية. كانت من اعتقد من امبابة على ما اذكر. أيوة. ودي كانت بتيجي تزورنا حتى في الموقع عندنا في محطة ركاب الدبلوماسيه، وتيجي تقضي يوم مع الجنود ويعملوا لهم رفع للروح المعنوية. لان طبعا احنا كان معانا جنود موجودة من سنة 64. صحيح. فاستمروا في القوات المسلحة كل هذه لحد بعد الحرب، وافادونا احنا كضباط صغيرين. انا اتخرجت سنة 70. أيوة. فالناس دي كانت موجودة بقالها 6 سنين، فأفادونا حتى بخبراتهم. صحيح. وده فضل لازم الواحد يذكره لهم الحقيقة، وأفادونا كتير جدا بالخبرات اللي اكتسبوها. من هنا لازم نقول ان حرب الاستنزاف كانت حرب إعداد للقوات المسلحة، وفي نهايتها تم إنشاء حائط الصواريخ. التخطيط بقى يا فندم، عدو ليه كل هذه الإمكانيات.
ايوه القوات المسلحه برضو كنوع من التوضيح يعني. أيوة. الحقيقه مفيش حاجه بتتم فيها بدون مراحل تخطيط. على مستوى القوات المسلحه بنقول عليه تخطيط استراتيجي عسكري بيتم بمراحل بتشارك فيه جميع اجهزه القياده العامه. أيوة. بمعنى بتشارك فيه كل صحيح كل الاسلحه لا يؤخذ ولا يلن بعد يعني عرض ديمقراطي يعني وعرض ديمقراطي اخذ جميع فيه. أيوة. وندي مثال مرحله الاقتحام قناة السويس كانت أكبر مشكلة من ضمن التقديرات يمكن سيادة اللواء ممكن يتكلم فيها. أيوة. تقديرات المخابرات كان في صعوبة احنا نفتح فتحات سيادة التراب أو لو بنقول لها الحد الشاطئية البعيدة غير القريبة بتاعتنا. أيوة. فكانت المشكلة دي يمكن دي نتيجة زي ما بقول لحضرتك تقدير الموقف وإشراك القادة من أول القاعدة للقمة. تفضل كان ياما السيد اللواء الله يرحمه اللي هو كان المقدم مهندس باقي اللي هو ماهر باقي اللي هو قدم باقي زكي باقي زكي يوسف او ماهر زكي يوسف باقي زكي يوسف باقي زكي يوسف اقترح عمليه فتح في الساتر الترابي الفتحات بخراطيم المياه. هو مجرد قدم الاقتراح بناء على خبره شافها في اسوان مع الايام ما كان شغال مكلف مع الخبراء الروس. فلما قدم هذه الفكره بديك مثال بقى للتخطيط بيمر ازاي وبيتم تاكيده ازاي. تعرضت في خلال 24 ساعة كانت معروضة على هذا المستوى. على نهاية الأسبوع كان رئيس الجمهورية نفسه بيحطه في الصورة منه وأمره بالتصدق على استخدامها بصفته طبعا القائد الأعلى بقى عليها ازاي بقى نختبرها وازاي وين في القناطر في كل حتة مش في القناطر فقط ده في كل حتة في كل حتة. هنا حضرتك كلمت عن تقديرات المخابرات سيادة اللواء أحمد الزغلول وأنت يعني كنت مساعد مدير المخابرات الحربية حتى وقت قريب. تفضيلات المخابرات هنا اللي اتكلم عنها سيادة اللواء كان دورها ايه في الموضوع وكانت يعني بتعتمد على ايه؟ احنا نرجع شوية بعد حرب 67. أيه. طبعا احنا فقدنا يعني الكثير من المعدات والكثير من العناصر ممكن تنقل لنا المعلومات عشان من خلال المعلومات احنا بنقدر نعمل خطتنا عشان نسترد الارض. فبالتالي تم انشاء بعض الوحدات اللي تخدم الاعمال التعرضيه والاعمال الحصول على المعلومات. فانشانا اول حاجه المجموعه 39 قتال وبدات المجموعه 39 تعمل عمليات تعرضيه بعد النكسه مباشره عشان تحس العدو ان هو مش موجود في ارض باريحيه. أيوة. حاجه يعني على منظمه سينا العربي. ايوه منظمه سينا العربي انا عارف انك يعني سينا يعني حافظها عن ظهر قلب. شبر شبر بناسها. القدام والحليل. فكان يعني كانت رؤيه ساعتها اللواء فائق صدر رحمه الله عليه كان المسؤول عن هذه المنظمه واللواء مدحت مرسي الله عليه واللواء عادل سيد مجموعه من ضباط المخابرات الحربيه عمل منظمه سيناء بدا تكوينها من 21 فرد من ابناء سيناء الفدائيين 21 فرد من ابناء سيناء المتطوعين واللي موجودين في الخدمه. زي المقدم مكلف محمد اليمان مقدم مكلف عبد الله خويتر رقيب اول براك النعامه والحاج سلام الله يرحمه المقدم سلامه توفى الحمد لله رحمه الله عليه ربنا يغفر له ويسامحه. فمجموعه فالحمد لله رب العالمين بدانا كجهاز مخابرات حربيه ندرب الناس دي على الحصول على المعلومات عشان من خلالها هيحصل فيه تقديرات. أيوة. لل وكان المهام اللي بتكلفوا فيها مهام يعني ثلاث من ضمنهم جمع المعلومات عن جيش العدو تصوير مراكز وقواعد ارتكازه القيام بالعمليات الاعتراضيه الحاكمه على خلف خطوط العدو والمواقع المتاخره. تمام. احنا بس بقى المعلومات عندنا ان قناه السويس بداوا يعملوا فيها ستر ترابي عليه. امكانيات وتجهيزات فنيه. التجهيزات الفنيه ديت هتخلي القوات المسلحه اثناء عبورها قناه السويس هتتاثر اكثر من 40% من القوات هيحصل فيها اصابات واستشهاد وكلام. فالقياده طبعا عندنا في القوات المسلحه بدات تفكر ازاي يحصل اجهاض للمخطط ده. بدانا طبعا قبل العمليات بفتره في سد نبيب النبلم وبدانا الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى كان معنا برضه في هذا العبور. طبعا القوات المسلحه بتعبر مانع مائي صعب ساتر ترابي منيع وبعد كده بتعامل مع
عدو لم يرهق، لم صحيح. يتم ارهاقه. احنا قواتنا المسلحة ارهقت بعد مانع طبعا. تمام، وقوات جوية ومدفعيات للعدو والحمد لله رب العالمين حصل انتصار بالتقديرات اللي القوات المسلحة لست اللي هو اشار بيها. وبالاضافة ان طبعا انت الساتر الترابي ده انت محتاج انك انت تنزل هذا الساتر بالفكرة اللي كان الله يرحمه سيادة اللواء اركان حرب بركي زكي يعني ابتدعها، ان احنا لازم يكون عندنا ترمبات تمام تنزل هذا الساتر وتنهير. فالترمبات دي عشان لما تخش يبقى في رصد ان مصر هتجيب كمية من الترمبات، فكان برضو في عمل خداعي ازاي ندخل هذه الترمبات من قبل مخابراتنا الحربية المخابرات الحربية والمخابرات العامة الجزء المخابراتية كان لها دور مهم جدا طبعًا. في هذه الموقعة العملية صعبة مهمة خطيرة كانت صعبة جدا لغاية ما الحمد لله وفي ناس مدنيين احياء موجودين في مصر هنا كان لهم دور مهم جدا. انا لسه هتكلم بقى عن ناس اهالينا في قبائل سينا واللي قدموه، حضرتك هتقول لنا حاجات كتير قوي. هقول لعم محمد، عم محمد انت كنت احد يعني جنود قواتنا المسلحه وكنت جندي مفاجاه لانك استطعت انك تدمر 27 دبابه الحمد لله، عشان كده سموك صائد الدبابات الحمد لله. احكي لي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه حضرتكم طيبين والشعب المصري طيب وحضرتك كل خير. احنا بنحتفل بالذكرى 45 انتصار اكتوبر. انتصار اكتوبر اللي ان شاء الله رب العالمين سيظل ساطعا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة، ده حقيقة. القيادة العسكرية اشتغلت في الوقت ده على الجندي المقاتل الفرد، ايوه، تدربه انتقاؤه لمواقع معينة، كل جندي له ملكات معينة بيحطوه في مكانه المناسب. ايوه. فأنا كنت بشتغل على صاروخ لثلاث أسماء. اسم روسي واسمين مصريين. الاسم الروسي الملوتيكا. الاسم المصري الفهد. الفهد. الفهد أحسن. الفهد أحسن. الصاروخ طوله 86 سنتي، مش طويل قوي اللي يسمع اللي يسمع كلمة صاروخ واللي طوله 10 متر. لا لا نفسي بحسب صاروخ يعني حاجة قد الاستوديو ده. لكن على سبيل المداعبة كنا بنطلق عليه احنا كمصريين اسم النانوس. زي العيال الصغير. بالنسبة للمدافع الكبيرة اللي احنا أول جيل نشتغل على الصاروخ ده. بس قبل ما نبقى موجهين للصواريخ اختارونا من 1500 صفونا على 15 فرد. بس ده موجه للصاروخ بعد اختبارات نفسيه ايوه معقده جدا. انت اهو مسطره مسطره يا مصري. لان الصاروخ بيتطلب يعني عده حاجات منها هدوء الاعصاب، منها الذهن المتيقظ دائما، لان انا شغلي كله بالثانيه. طبعا اول جيل اشتغل على الصاروخ دهوت، اول جيل في الجيش المصري اشتغل على هذا الصاروخ، على هذا النوع. فهد لازم النهارده معاه كتالوج. الكتالوج بيقول اعمل كذا وما تعملش كذا. الكتالوج اللي جاي مع الصاروخ على شقين. الشق الاولاني احنا كجنود مصر محتاجين عشرات السنين عشان نفهم ازاي الصاروخ بيشتغل. عشرات السنين. عشرات السنين. ايوه. 10 20 فهمتوا ازاي بقى؟ قول لي. 10 20 حتى قرن، القرن 100 سنه. ايوه. ده لا ده الصعوبه في الشق التالي. ان الصعوبه يعني عشان نفهم صعوبه والشق ده عشرات السنين. الشق الثاني. طب الشق الثاني الاصعب ان الصاروخ بيمر بثلاث مراحل. تجهيزه على القاعده، زمن مرور، اصطاد الهدف، الثلاث مراحل بيحتاجوا 100 ثانيه. يا خبر ابيض. وال 100 ثانيه تعتبر ارقى معدلات التدريب. يعني اكثر ولا يصل ليها الا الجند الروسي. طب احنا مش عارفين نفهم ازاي الصاروخ بيشتغل. هنوصل لحد ما انت اصطدت 27 دبابه لوحدك بالصدق. خدت بال حضرتك؟ عشان احنا بلاد مصر مؤمنين بقضيتنا. شوف ده قضيتنا. قلت ايه؟ مؤمنين بقضيتنا. صوتي فيه يا جماعه. بقضيتنا قضيتنا. احنا جاي دلوقتي بيحارب في سينا على الحدود، عدو في ارض بتستخبى داخل الجحور، مش عدو حتى معلوم، عدو بيمول بين كل من عدد من البلد من دول بيمولوا، عدو وراء استخبارات بتمده بمعلومات وغيره. ده اللي يخليني اقرر مره واثنين والف مصطفى خلف قيادتنا السياسيه، خلف مؤسساتنا، نثق في مؤسساتنا، في الشرطه، هم بيقدموا دم. انا ولا حضرتك وهم مين؟ اولادنا، هم اخواتنا. اتفضل. العقيده الدينيه الاول. انت بتحرص وبتحرر تراب ارضك. انت بتقاتل
ما انتش استعماري ما انتش غازي. ده بترد تسترد ارضك. لا انت بتسترد ارضك فقط وكرامتك. العقيده القطريه بعد كده بقى ماشي. دي مهمه جدا. كلمني بقى على استخدام الصاروخ لما بدات تستخدمه، اول هدف قصدته كان ايه؟ انا ليا مهمتين في الحرب. وعلى فكره اسمح لي يعني قبل ما اتكلم في ازاي الصاروخ بيشتغل لازم اتعرض لحاجه مهمه جدا. اتفضل. الانا ده الانا كانت معدومه تماما. لانه تيم عمل فريق عمل جماعي فريق عمل كان في انكار ذات فريق في مهمه وطنيه كله طالع عشان يخلصها ويرجع. طقم التدمير بتاع الصاروخ هم ثلاث افراد. ده جندر الطقم اللي هو انا معايا جهاز الاطلاق الاوصل نقطه التحكم عمل 90%. معايا فردين ماهر حافظ صليب من اسيوط، ابراهيم صبر ابراهيم من اسكندريه. ماهر حافظ صليب وعلي محمد المصري. نعم اهو ده ترجمه حقيقيه للهلال مع الصليب. نعم اهو خدت بالك. ابراهيم صبر ابراهيم من اسكندريه. كل واحد من الفردين دول مع خط النيران خط النيران اربع صبايا. انا عملي 90% عملهم 10%، لكن ال 10 بدون ال 90 ما ينفعوش. ودول ما ينفعوش. تمام. تيم كامل بيشتغل. عملنا ايه بقى؟ متدافع. انا ليا مهمتين في الحرب. كلمنا على اللي انت عملته عم محمد في الحرب. صد هجوم العدو المفاجئ اثناء عمليه العبور. تمام. ادي واحد. ده المهمه القتاليه الواحده. ادي واحد. خدت بال حضرتك؟ المهمه دي ما كانت موجوده لسبب بسيط. الحرب بدأت الساعة 2:30 يوم 6 أكتوبر. حتى ما حتى الساعة 2:30 الهجوم البري لكن الهجوم 5 الضربة الجوية. نعم. وفي التمهيد النيراني بالمدفعية طبعا وفي التمهيد بالقوات الجوية. تمام. خدت بال حضرتك؟ تمام. المهمة ديت ما كانتش موجودة حتى مساء 7 أكتوبر. كان معدل الضفة الشرقية واقف على أرض القناة 80,000 جندي، وكلمة جندي تطلق على القائد وعلى الجندي. بحوادث تصادميه لا تتعدى 2-3%، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. المهمه الثانيه ان انا بشتغل خلف خطوط العدو. انا كمين بيتزرع في وسط قوات العدو. المعلومه والحرب معلومه. بدون طبعا. معلومه مش هشتغل. صحيح. المعلومه بتجي لنا من رجل المخابرات الحربيه اللي هو جوه في سيناء الجندي المجهول في حرب اكتوبر. في دبابات هتيجي من الاتجاه ده اروح اشتغل عليها الصبح. عملي بيبتدي قبل المغرب. بفرض الخريطه مع المقدم شهيد صلاح حواشة علي رحمه الله. ايوه. استاذي وقائدي ومعلمي. بحدد موقعي على الخريطه. المسافه اللي بيني وبين الموقع اللي انا هروحه 8 كيلو. بتشيل الصاروخ على كتفك لحد باخدها سيرا على الاقدام. انت والطقم اللي معاك 8 كيلو. انا والفردين بتوع الطقم والمقدم شهيد صلاح حواشة. رحمة الله. لازم اوصل الساعة 2 بالليل. ودي توقيتات. 2 يعني 2. صحيح. من أول ما بوصل الساعة 2 بالليل لحد أول ضوء للفجر كل واحد بيرسم. وصلت يا عم محمد. وصلت وعملت التجهيز الهندسي. أول هدف تعاملت معاه كان إيه؟ أول هدف كنت تعاملت معاه يوم الصاروخ بيقطع 3 كيلو في 27 ثانية. 27 سنة وله قوة تدميرية رهيبة جدا. كل ده كلام شافه وكلام محاضرات وطوابير. لكن هل أنا اشتغلت عليه فعلي؟ فكانت مشكلتي في الصاروخ الأولاني في الدبابة الأولى. أنا بوجه الصاروخ بسبابة وأبهام اليد اليمنى وسبابة وأبهام اليد اليسرى والصاروخ بيقطع 3 كيلو ب 27 ثانية. قال نص دقيقة. وأنا في خلال 27 ثانية أنا بكلم الصاروخ وهو بيكلمني. بكلمه وهو بيكلمني. أيوه. خدت بال حضرتك؟ أيوة. بمعنى بسيطر عليه بجيبه يمين وشمال وفوق وتحت لحد ما يوصل لهذا 27 سنة لحد ما يروح. لكن لو هنزله تحت اعمل حساب الجاذبية الارضية عامل مساعد معاش. انزله باتقان. لان الصاروخ قبل الحرب كان ثمنه 500 دولار. ارتفع ثمنه اثناء الحرب. اول دبابة خبطتها كانت اول دبابة خبطتها لمين؟ اول دبابة دمرتها. بصيت لقيت المقدم صلاح حواشة بعد ما شفنا ارتفاع لسان من النار يرتفع الى اكتر من 20 متر ميه من 20 متر في اهداف الهواء. قال لي مسطره يا مصر. معناها ايه؟ خط مرور الصاروخ ماشي مسطره اطلاقه من على القاعده وصول للدبابه كانها خط مسطره. صحيح. خدت بال حضرتك؟ شفاء اطلق عليك
مسطره مصر. هرجع بعد شويه لحضرتك واكلمك بقى واتكلم انا على الصافيه بوري واروح للسيد محمد زكي الالفي. هل انا اقدر اقول ان نصر اكتوبر احدث تغيير في تكوين خريطه الشرق الاوسط والعالم من حيث النظم الاقتصاديه والنظرات العسكريه، من تسليح، من تنظيم، من قياده، من سيطره؟ وحجم القوات اللي شاركت في في عمليه العملية اللي هي كان بيطلق عليها المآذن العالية على فكرة. أيوة فندم. ده كان الاسم الرمزي. العملية كان يطلق عليها المآذن العالية. حجم قوات ضخم جدا. أيوة. لم يتكرر منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية في أمريكا. أيوة. اللي هي الأمريكا في أمريكا في كوريا. صحيح. فكان هذا الحجم ضخم جدا ولم يتخيله أحد. أيوة. لأن أنت تهاجمت أو اقتحمت، اللفظ دقيق بقى، اقتحمت قناة السويس بخمس فرق مشاة في مواجهه كامله 170 كيلو مره واحده دفعه واحده. ايوه. وده عشان بناكد كلام محمد المصري ان العدو حصل له ارتباك، لانه كان عامل احتياطيات مختلفه. في احتياطي محلي خلال 15 دقيقه، احتياطي قريب خلال 30 دقيقه، احتياطي تكتيكي بعيد يمكن من 45 ويصل الى ساعه وساعه وربع وساعه ونص. تمام. حصل له ارتباك، فهيوجه هذه الاحتياطيات في انهي اتجاه؟ بالاضافه لان هو كان هذه الاحتياطيات على مختلف المستويات كان مجهز لها مرابط على الشاطئ البعيد لقناه السويس بحيث تحتل هذه المرابط وتنتج نيران على القوات اثناء من هنا نقدر نقول انها غيرت الفكر وكان غيرت النظرات العسكريه العالميه. نشرك برضه كلام عن محمد معانا ان استخدام الصواريخ المضاد للدبابات ده ما كنا اول مره نستخدمه. طبعا محمد بيقول نحن لم نستخدمه. وعايزين عشرات السنين عشان نتعلم يعني. لا لا فيش عشرات ولا حاجه. بس هو عايز يقول لك ده كان يحتاج كل ده، لكن احنا قدرنا نتعلم بسرعه. لا ده هم تعلموه بسرعه جدا واستوعبوه وسيطروا عليه سيطره كويسه جدا. انا في جزئيه بسيطه. اتفضل. احنا في خلال سنتين ونص اختصرنا الزمن. طيب بأكد من ثانية إلى 40 ده اللي بيقوله الأستاذ. أنا بأكد الكلام. كلامك صح. اتفضل يا فندم. يعني زي ما احنا دلوقتي في التنمية دلوقتي اللي بيتم في خطط التنمية ما احنا دلوقتي بنقتصر الزمن. يعني اللي أنت عملته في قناة السويس برضه اختصر الزمن، اللي أنت بتعمله في الأنفاق في سيناء اختصر الزمن. فده هو ده المصري. ده انعكس على تسليحنا بقى على اسمك أنت. ده انعكس على انعكس على النظرات العسكرية والتسليح ونظام التسليح ونظام القيادة. من هنا بدأوا يفكروا أن لا تتكرر هذه الحرب مرة أخرى. ويتجهوا إلى الحروب اللي احنا بنقول عليها. الجيل الرابع بقى والجيل الخامس. الجيل الرابع والخامس والحروب اللي هو ده كان احد الاسباب الرئيسيه، وبالذات كشفهم بالقور بتاعتنا مفتعنا كويس، وبالذات الخسائر الضخمه اللي حصلت في الدبابات. أيوة. يعني لو نبص انت عارف حضرتك 300 دبابه يعني بيتدمروا في ده رقم ده رقم غير طبيعي بالنسبه لاسرائيل. ده خلى الموضوع خلى عساف يا بوري يطلب يشوف عم محمد. يعني في الحرب العالميه الثانيه كانت حادث سوفييتي كل 36 دبابه ما يعادل كتيبه كتيبه الدبابات. ايوه فندم. فما بالك انت يعني ب 300 دبابه في خمس ايام، ارقام ضخمه جدا وعدد كبير من الطائرات وهكذا. فكان الفكر بدا يتجه بعد ذلك الى الحروب الحديثه والا تتكرر مثل هذه الحروب. تمام. فده يعني احد الاسباب الحروب الحديثه. هروح هنا بقى للسيد لواحد يقول الزعيم الراحل انور السادات عقب انتصار حرب اكتوبر قال بنص هقرا لك اللي قاله: لم تكن لدينا اقمار صناعيه ولكن كانت لدينا هذه العيون الصاقبه والصادقه من ابناء سيناء، لقد جعلوا المواقع الاسرائيليه كتابا مفتوحا امام القوات المسلحه، فلولا ابناء سيناء ما كانت حرب اكتوبر. ده اللي قاله الرئيس السادات. فعلا طبعا سيناء من تحت مظله منظومه سيناء العربيه تمت يعني تنفيذ بعض المهام الاستراتيجيه، يعني اعلى مهام ضباط تاديها. يعني انا قرات الملفات وتحاورت مع المجاهدين ولقيت ان الناس كان عندها قدره كبيره جدا جدا على زعم حسن حسن خلف ربنا يديله الصحه، الله يديله الصحه، وسلاش خالد عرابي الله يرحمه ولسه مقدم ابنه شهيد قريب جعفر علي الله يرحمه. فالعلاقه كانت علاقه ان واحد يعني واحد زي حسن خالد ده ضحى انه يكمل دراسته عشان يبقى فدائي، وابوه كان عضو مجلس امه. تحس حضرتك الولاء والانتماء والعقيده ان بلده في ورطه. فطبعا الشيخ سمحان مصطفى مطير وغيره يعني كان بيطلق عليه مهندس زرع الالغام. الناس كتير جدا وبراك النعامي والناس دي كلها، والشيخ متعب هجرس شيخ قبيله البياضين بيضيه او البيضيه عفوا ناس كتير جدا، والسيده فهيمه
السيدات كان لهم دور مهم جدا في دخول بعض المعدات من خلال الصليب الاحمر، كان بنجهزهم يخشوا بمعدات عشان يستقبلها ابناء سيناء جوه ويعملوا عمليات تعرضيه، بالاضافه للشبكات اللي كانت بتشتغل جوه داخل سيناء وكانت بتبلغ الجانب المصري. سليمان مغنم رحمه الله عليه قعد اكتر من 4 سنوات 5 سنوات الجانب الاسرائيلي بيمشي وراه وبيلف وراه، وهو الحمد لله رب العالمين بيأدي عمله لغايه ما تم اسره، كان ليه دور مهم. ابناء سيناء كان ليه دور مهم برضه، دورهم مهم جدا في مواجهه الارهاب مع الجيش والشرطه، بيحاربوا جنبا لجنب، وطول عمرهم حضرتك هم الذراع اللي بتساعدنا والعيون اللي بتساعدنا داخل سيناء وداخل جميع حدودنا. صحيح. ابناء القبائل المصريه والعربيه ليهم دور مهم جدا طبعا. الحمد لله رب العالمين. بس سيناء كانت بالنسبه لنا ملحمه، وكانت بدايه اكتشاف هذه الشريحه المجتمعيه. صحيح. المهمه طبعا زي ما سياده اللواء قال ان احنا بعد حرب 73 قالوا ان الجندي المصري ده خارج من نسيج مجتمعي متماسك، لازم صحيح. يحصل تمام، ازاي نفتت هذا النسيج المجتمعي عشان الجيل الرابع. دخلنا في اهم حاجه في الثقافه تمام، دخلنا في الثقافه، دخلنا في الاسره، فبدا يحصل اللي احنا شايفينه. صحيح. واحنا طبعا يعني مجتمعنا متماسك، واحنا يعني عندنا القدره ان احنا نقف قدام هذه ونتجاوز كل الكلام نتجاوز بس ابناء سيناء الحمد لله رب العالمين كان ليهم دور ودورهم مستمر، واحنا عندنا امل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه يكون دورهم اكبر. في الفرق ايه ما بين 73 ودلوقتي اللي بيحصل في العمليه الشامله؟ لا والله يا فندم انا شايف ان الفرق مفيش فرق، احنا بنحارب عدو غير منظور دلوقتي. صحيح. هناك لسه في ايران داخل البحور وده صعب جدا نجيب معلومات عنهم طبعا. فاللي بيحصل دلوقتي يعني لا يقل عن حرب 73، بنحارب جيش نظامي عنده قدرات اكبر من قدراتنا، والحمد لله رب العالمين بامكانياتنا اللي كانت اقل منه قدرنا ننتصر عليه. صحيح. ونقدر ان شاء الله ننتصر في سيناء اكثر واكثر باذن الله تعالى. ان شاء الله. عم محمد عسافي، يعني تقلي ارتداد المدرعات الاسرائيلي اللي كان يعني بتفاخر ما حدش يقدر علينا، ده كان يوم 8 اكتوبر طلب يشوفك لما اتاثر. لكن المعلومه اللي قالهاني العميد حسن ابو سعده قائد الفرقة الثانية، ما انا كنت ملحق على الفرقة الثانية يوم 5 اكتوبر تمام. انا عيد من المظلات. صحيح. انا عايز اخد كلمات ختامية يعني. انا لما بوصل لموقعي بوصل الساعة 2 بالليل، الطريق اللي انا بدخل منه غير الطريق اللي انا برجع منه. صحيح. لان انا كمان في وسط قوات العدو. وصلت الساعة 2 بالليل، حتى لو الثمان صواريخ خلصوا بفضل في مكاني لحد الساعة 2 بالليل، لحد ما يبقى ميعاد المغادرة. نعم. خدت بال حضرتك لما رجعت لمنطقه تمركزي في وادي النخيل انا وزمايلي ما عدا المقدم شهيد صلاح حواش يوم 8 اكتوبر ده كان ثالث يوم في الحرب. قالوا لك ان عساف يقول اتاثر ثالث يوم في الحرب ثالث يوم في الفرح. لكن اسمح لي ابرز دور القائد في حاجه بسيطه فوق لو النبي عشان لازم في ثانيه. اتفضل. احنا كنا بنشرب 4 غطا زمزميه واحد، مش كل واحد غطا، لا احنا الـ4 غطا واحد بس في نهايه الامر الميه ترجع ثاني الزمزميه حفاظا على الماء. خدت بال حضرتك نواني الزمزميه بدي كان بجنن العدو ايه؟ ليه دباباتي عماله تتسقط؟ ليه؟ خدت بال حضرتك اسف يا جوري. طبعا فاي خلل او الرمله لعبت اكتشفونا. خدت بال حضرتك بيلبسونا اثناء فاثناء عمليات لازم اختم يا محمد معلش عشان خاطر قول لي بس لازم ابرز دور القائد اسمح لي مهما كان الوقت. اتفضل. ده حقه طبعا ده بطل لله حق طبعا بطل. خدت بال حضرتك بيلبسوني جاكيت اثناء عمليه العبور في قطاع فيل في 4 خزن 2 يمين و2 شمال كل خزنه فيها 36 طلقه تمام. 36 في 4 ب 144 طلقه. لما نولي الزمزميه الرمله لعبت حصلت حركه اكتشفونا ادالوا دانه مباشره في صدره. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بصيت له لقيت نص الفوقاني طاير. قال لي كلمة واحدة بس وفرت روحه لله سبحانه وتعالى. مصر أمانة هينزلوا بالتتر واحنا بنتكلم والله يا عم محمد معلش هينزلوا نزلوا فعلا بالتتر يعني بينزلوا بالتتر خدت بال حضرتك المهم يا جوري طلب يشوفك عساف يا جوري طلبني الساعة 3 بالليل بصيت لقيت 2 تعالى معانا وفوجئت إن أنا في مركز قيادة الفرقة التانية عند العميد حسن أبو سعدة. خدت بال حضرتك قال لي أنا ما كنتش عايزك ده اللي عايزك وشاور لي عليه مين ده عساف يا جوري
قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي خدت بالك انت دمرته كله طلب طلبين كوبايه ميه والجندي اللي ضرب دباكه لكن للامانه وللتاريخ انا لقيته موطي ذليل في الارض لازم يتذل رفع وشه وادالي التحيه العسكريه اشكرك عم محمد المصري صائد الدبابات اشكرك سياده اللواء محمد زكي الالفي احد ابطال اكتوبر العظام اشكرك سياده اللواء احمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربيه الازبط شرفتونا اشكركم مشاهدينا وتحياتي لكم جميعا اشوفكم في الخميس